اي فيفا كوين افضل ارخص موقع لبيع الكوين، سريع بالتسليم وبيدعم اللغه العربيه ومضمون من الباند والتصفير، وبتعامل معه انا شخصيا. الرابط كود الخصم موجودين تحت بالدسكربشن. السلام عليكم، كيف حالكم؟ سريع جيمر زمان فيديو بقناه مسلسل اخر اخبار سوق الانتقالات الصيفيه، الحلقه رقم 14 من هي السلسله. فبتمنى قبل ما نبدا دعمك بزر لايك وتشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك، وتفعل زر الجرس مشان يوصلك كل جديد بنزله بالقناه. والصراحه الحلقه الماضيه كان الدعم عليها جدا ممتاز، وصلنا فوق ال 3700 لايك. بتمنى نحاول نكسر هذا الرقم هي الحلقه ونوصل فوق ال 4000 لايك ان شاء الله. هو اول ما نوصل ل 3500 لايك رح ننزل لكم الحلقه اللي بعدها، وغالبا رح يكون في حلقه ثانيه اليوم، يعني مو اكيد 100% لكن بنسبه كبيره ان شاء الله رح يكون في حلقة تانية اليوم. لكن هذا الشيء بيتوقف على دعمكم، إذا كان دعمكم خرافي أكيد رح نزل حلقة تانية اليوم بدون ما حتى أفكر. فبتمنى منكم كل واحد يضغط على زر لايك. فبسم الله نبدأ من الخبر الأول أنا، واللي هو انتقال لاعب جورجينيو إلى نادي تشيلسي. طبعا تم بشكل رسمي انتقال لاعب من نادي نابولي الإيطالي إلى نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل مبلغ 57 مليون يورو. اللاعب البالغ من العمر 26 عام وطوله 180 سنتيمتر يعتبر من اللاعبين الممتازين جدا صراحة مع نادي نابولي كان الموسم الماضي، وقدم أداء جدا ممتاز. وطبعا مع انتقال موريسيو ساري تقريبا اسمه لتدريب تشيلسي ورحيل رحيل انطونيو كونتي عن النادي، فاصبح طبعا يعني جاب جورجينيو عن النادي لانه جورجينيو كان معه بنادي نابولي. فاللاعب الصراحه بشكل عام يعتبر جدا ممتاز، لعب 39 مباراه الموسم الماضي، سجل 4 اهداف وصنع 4 اهداف، كاحصائيات تعتبر احصائيات يعني جيده نوعا ما بتقدر تقول، وثلاث نجوم مهارات وثلاث نجوم قدم ضعيفه. طبعا لعب مع جنسيتين البرازيليه والايطاليه، طبعا البرازيليه هي جنسيته الاصليه والايطاليه حصل عليها بعد ما انتقل لنادي نابولي. فمننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب شاكيري الى نادي ليفربول. طبعا تم بشكل رسمي انتقال لاعب من نادي ستوك سيتي الانجليزي الى نادي ليفربول مقابل مبلغ 14.7 مليون يورو. لاعب البالغ من العمر 26 عام طوله 169 سنتيمتر، يعتبر من اللاعبين جدا ممتازين صراحه مع جميع الانديه اللي لعب فيها، قدم اداء جيد جدا. لكن ستوك سيتي صراحه كان اداء جدا ضعيف يعني الموسم الماضي، وتقريبا هبطوا لدوري الدرجه الاولى الانجليزي. فاللاعب بشكل عام صراحه لاعب جيد جدا، لعب 38 مباراه سجل فيها 8 اهداف وصنع 7 اهداف، يعني مشارك 15 هدف من 38 مباراه، كاحصائيه تعتبر يعني بتقدر تقول جيده نوعا ما. يعني الصراحه اللاعب يعتبر لاعب جيد جدا، لكن مع وجود يعني محمد صلاح بليفربول ما بنعرف شو اللي ممكن يصير. هل انه جابوا شاكيري تمهيدا لرحيل صلاح لاحد الانديه؟ ما بنعرف صراحه، لكن يمكن نشوف الاثنين حتى بيلعبوا مع بعض، ممكن شاكيري يلعب على بمركز الجناح الايسر ولا شيء. لاعب طبعا 4 نجوم مهارات و4 نجوم قدم ضعيفه، بنتمنى كل التوفيق لنادي ليفربول الموسم الجاي. لكن انا مستغرب لغايه هلا ما تعاقدوا مع حارس يعني ولا حتى مدافعين، يعني انا شايف متعاقدين مع خطوط وسط ومهاجمين، لكن لغايه الان بشوف انه في مشكله بالدفاع، لازم يظبطوا هالمشكله والا راح يصير فيهم مثل ما صار الموسم الماضي. فبننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب حكيم زياش الى نادي روما. طبعا كشفت بعض الصحف الايطاليه ان هناك مفاوضات ما بين نادي روما وما بين اداره نادي اياكس للحصول على خدمات لاعب حكيم زياش في فتره الانتقالات الصيفيه. لكن نادي روما يطلب مبلغ يعني يدفع مبلغ قليل للحصول على خدمات اللاعب، ويبدو ان نادي اياكس سيرفض هذا المبلغ، يعني لم يتم الكشف هو عن قيمه المبلغ. لكن هناك عده انديه اخرى طبعا مهتمه بضم اللاعب من ابرزها نادي ليون الفرنسي، لكن نادي روما ايضا يعتبر جيد جدا كاسم، يعني يعتبر افضل من نادي ليون. يعني شفنا نادي روما وصل الموسم الماضي لنصف نهائي دوري الابطال، فيعتبر شيء جدا ممتاز صراحه، انه يعني غالبا ما بينافس على الدوري الايطالي، لكن الدوري الفرنسي يعني مثلا لو انتقل لنادي ليون يعني الصراحه مستحيل انه ياخذ لقب الدوري الفرنسي وفي فريق اسمه باريس سان جيرمان موجود، هذا الشيء صعب جدا. فاللاعب طبعا عمره 25 عام وطوله 180 سنتيمتر، بيلعب بالقدم اليسرى، لاعب بصراحه لاعب جدا ممتاز، يعني مع نادي اياكس مقدم اداء جدا رهيب، لعب 39 مباراه سجل فيها 9 اهداف وصنع 18 هدف، 27 هدف شارك فيه من 39 مباراه، شيء يعتبر جدا ممتاز صراحه، خاصه انه ما له لاعب مهاجم، يعني مركزه سي ام، ممكن يلعب كمركز كام، لكن ما له مهاجم لحتى يعمل الاحصائيات، لكن بشكل عام احصائياته مجنونه صراحه، واربع نجوم مهارات ونجمتين قدم ضعيفه، بنتمنى له كل التوفيق صراحه لو انتقل. فبننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب رودريجو الى نادي ريال مدريد. طبعا كشفت بعض الصحف الاسبانيه عن رغبه نادي ريال مدريد في ضم اللاعب رودريجو من نادي فالنسيا. طبعا اللاعب البالغ من العمر 27 عام وطوله 182 سنتيمتر طلع من موسم ممتاز مع نادي فالنسيا صراحه الموسم الماضي، فلعب 44 مباراه سجل 16 هدف وصنع 7 اهداف. لو انتقل لريال مدريد اكيد راح يكون اضافه جدا ضخمه، اللاعب بيتميز بالسرعه، وبشوف هذا الشيء بحتاجه هجوم ريال مدريد
خاصة بعد خروج كريستيانو رونالدو. وطبعا بنزيما يعتبر جدا بطيء، يعني بيكون هو بالسرعات بهجوم ريال مدريد، يعني أسينسيو يعتبر سريع نوعا ما، لكن برودريكو بشكل عام أو بيل راح يكون صراحة شيء رهيب على بهجوم ريال مدريد، ولو انتقل أكيد راح يكون إضافة جدا ضخمة. واللاعب لسه عمره 27 عام، يعني بإمكانه يضل عدة مواسم مع نادي ريال مدريد ويتألق فيه، يعني مع نادي فالنسيا إحصائياته ممتازة صراحة. فأربع نجوم مهارات وثلاث نجوم قدم ضعيف، اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، هل لو انتقل رودريجو على ريال مدريد راح تكون صفقة ممتازة لريال مدريد، ولا انه راح يكون مهاجم احتياطي وما راح يشارك اساسا. فبننتقل للخبر اللي بعدنا، واللي هو انتقال اللاعب لحسن بيليا الى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ. طبعا اللاعب تقريبا يعني من اصل عربي، انا ماني متاكد بالضبط، لكن في احد المتابعين صراحه ارسل لي عنه. فاللاعب عمره 25 عام وطوله 181 سنتيمتر، بيلعب بالقدم اليمنى. طبعا الصفقه كلفت نادي مونشنغلادباخ مبلغ 23 مليون يورو، مبلغ يعتبر ضخم نوعا ما، لكن صراحه اللاعب على احصائياته بيستاهل. فلعب 49 مباراه مع نادي نيس، سجل 21 هدف وصنع 7 اهداف. تقريبا يمكن كان معار من نادي نيس الموسم الماضي، ماني متاكد، لكن هو طبعا يعني انتقل من نادي نيس لنادي مونشنغلادباخ، فسجل 21 هدف وصنع 7 اهداف، يعني مشارك ب 28 هدف من 49 مباراه. كاحصائيه ايضا تعتبر جيده جدا، اللاعب يعتبر من اللاعبين الجيدين جدا. عمره لسه صغير، بامكانه يضل عده مواسم هذا لو ما انتقل يعني لاحد الانديه اللي احسن من بوروسيا مونشنغلادباخ. فاللاعب طبعا ثلاث نجوم مهاراته وثلاث نجوم قدم ضعيفه. ننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب دجان نيني تقريبا اسمه الى النادي الاهلي السعودي. طبعا تم بشكل رسمي انتقال لاعب من نادي سانتوس لجونا المكسيكي طبعا الى نادي الاهلي السعودي، فيما لم يتم الكشف عن قيمه الصفقه. اللاعب يعتبر هداف الدوري المكسيكي، فاللاعب عمره 27 عام وطوله 190 سنتيمتر، انتقل للنادي الاهلي، وهذا شيء يعتبر جدا ممتاز. شفنا النادي الاهلي جاب العديد من الصفقات صراحه بسوق الانتقالات الحاليه، وبظن انه الموسم الماضي راح ينافس بقوه على كل الالقاب الممكنه. فاللاعب طبعا لعب 33 مباراه، سجل 17 هدف وصنع 3 اهداف. فطبعا لعب 3 نجوم مهارات و3 نجوم قدم ضعيفه. بالمناسبه احصائيات هي بالمباريات الرسميه بس، يعني ممكن يكون هو لعبان مباريات اكثر من هيك، مثلا 35 مباراه ولا شيء، لكن في مباريات وديه، والمباريات الوديه ما بتنحسب كاحصائيات، نحن بنحسب الاحصائيات اللي هي بالمباريات الرسميه، مباريات الدوري او الكاس او هيك. فهي احصائياته طبعا بالمباريات الرسميه. بنتمنى صراحه انه يكون صفقه جدا ممتازه، خاصه انه لاعب هداف الدوري المكسيكي، فيعني شيء يعتبر جدا ممتاز. واللاعب لسه يعني سنه يعتبر صغير نوعا ما، يعني مو انه تجيب لاعب عمره 30 ولا 32 عام يلعب موسم او موسمين، بالكثير اللاعب ممكن يضل عدة مواسم. نتمنى له كل التألق إن شاء الله. فمننتقل على الخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب ماسينا إلى نادي واتفورد. طبعا أيضا اللاعب يعتبر من أصل مغربي تقريبا، فاللاعب انتقل من نادي بولونيا إلى نادي واتفورد مقابل مبلغ 5 مليون يورو. طبعا اللاعب عمره 24 عام وطوله 191 سنتيمتر، بيلعب بالقدم اليسرى. لاعب يعتبر من اللاعبين الجيدين جدا صراحة الموسم الماضي بالنسبة لإحصائياته، فلعب 34 مباراة، عمل 130 تدخل، 82 منها تدخلات ناجحة. احصائيات تعتبر جدا ممتازه صراحه، يعني انك تلعب 34 مباراه واساسي يعني اغلبيه الموسم، فيعتبر شيء جدا ممتاز، ويعني اللاعب اصاباته قليله، فهذا ايضا شيء يحسب للاعب، لانه في لعيبه يعني كل مباراتين ثلاثه ممكن ينصاب، لكن هذا الشيء ايضا بيحسب للاعب. يعني تعداد تدخلات ونسبه تدخلات ناجحه يعتبر شيء جدا ممتاز. وطبعا اللاعب نجمتين مهارات وثلاث نجوم قدم ضعيفه. نتمنى له كل التالق بالدوري الانجليزي مع نادي واتفورد. فبننتقل للخبر اللي بعده عنا، واللي هو انتقال لاعب ماثيو جورمان الى نادي الاتحاد. طبعا تم بشكل رسمي انتقال لاعب من نادي وينجز تقريبا النادي الكوري سامسونج تقريبا اسمه وين سامسونج ولا شيء الى نادي الاتحاد السعودي مقابل مبلغ نص مليون يورو، يعني حوالي تقريبا مليونين ريال او شيء، مالي متاكد بالضبط. فطبعا اللاعب عمره 28 عام وطوله 192 سنتيمتر، بيلعب بالقدم اليسرى. الموسم الماضي لعب عدد مباريات قليل نوعا ما، يعني 7 مباريات بس، عمل 15 تدخل، 11 تدخل منها تدخلات ناجحه. كاحصائيات بالنسبه للتدخلات يعتبر شيء جيد جدا، لكن بالنسبه لعدد المباريات يعتبر قليل. وايضا كان مع المنتخب الاسترالي المشارك بكاس العالم. اللاعب بشكل عام يعتبر لاعب جيد جدا، فاضافه جدا ممتازه ايضا لنادي الاتحاد. يعني اللاعب كل عمره 28 عام، يعني ممكن يضل 4 مواسم او اكثر من هيك حتى مع نادي الاتحاد، واللاعب عنده اكيد خبره دوليه، فبنتمنى له كل التوفيق. فبننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب تيبو كورتوا الى نادي ريال مدريد. طبعا كشفت بعض الصحف الاسبانيه ان انتقال تيبو كورتوا الى ريال مدريد بات على مقربه جدا
جدا، خاصة طبعا بعد خروج بلجيكا من كأس العالم، وراح يلعبوا اليوم المفروض مباراة الثالث والرابع فمع المنتخب الإنجليزي، وبعد احتمال يرجع على العاصمة مدريد ويوقع على عقود انضمامه لريال مدريد. طبعا لاعب سبق له انه لعب بالعاصمة مدريد لكن مو بنادي ريال مدريد، بنادي أتلتيكو مدريد، وكان مقدم أداء جدا رهيب صراحة، لكن كان معار وقتها من نادي تشيلسي. يعني مو انه أتلتيكو مدريد باعوه ولا شيء، لا طبعا عمره 26 عام وطوله 199 سنتيمتر حوالي المترين يعني، ولا طبعا لعب 46 مباراة الموسم الماضي، تلقى شباكه 47 هدف وعمل 19 كلين شيت، كإحصائياته يعتبر جدا ممتازة صراحة. نتمنى له كل التوفيق، وبشوف أكيد أنه ريال مدريد يعني يعتبر أفضل من تشيلسي، لكن مع قدوم المدرب ساري احتمال تتغير المعادلة، لأنه مع قدوم المدرب الجديد ممكن أنه يحسن وضعية اللاعب أو ممكن يزيدها سوءا، ما بنعرف شو اللي ممكن يصير صراحة. فطبعا ريال مدريد يعني محتاج حارس عملاق، يعني شفنا فشل التعاقد مع دخية بالفترة السابقة، فكورتوا بشوف انه ابرز يعني مين ممكن انه ريال مدريد يتعاقد معه. فبننتقل للخبر اللي بعده عنا، واللي هو انتقال لاعب ايدن هازارد الى نادي برشلونة. طبعا كشفت بعض الصحف الاسبانية ان نادي برشلونة برغبة بضم اللاعب هازارد من نادي تشيلسي. طبعا لاعب يعني عمره 27 عام طوله 174 سنتيمتر، طبعا هو ما تم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن بعض الصحف قالت انه الصفقة راح تكلف نادي برشلونة حوالي 200 مليون يورو في حال لو تمت اصلا. فاللاعب طبعا عمره 27 عام وطوله 174 سنتيمتر بيلعب بالقدم اليمنى، قدم اداء جدا رهيب الصراحه مع بلجيكا بكاس العالم، فلعب 52 مباراه سجل 17 هدف وصنع 13 هدف، احصائياته تعتبر جيده جدا صراحه، يعني مشارك ب 30 هدف من 52 مباراه. وطبعا سمعنا كثير اخبار عن انتقاله لريال مدريد، لكن تفاجئنا انه في اخبار صارت عن انتقاله لبرشلونه، وما بعرف صراحه لو انتقل لبرشلونه كيف راح يكون هجوم برشلونه، راح يكون يعني اقوى هجوم بالعالم بدون منازع، يعني هازارد وميسي وسواريز كوتينيو وديمبلي، تخيل بس هيك الهجوم، يعني صراحة شيء اسطوري راح بيكون. لكن انا بشوف انه نادي برشلونة محتاج انه يحسن مراكز تانية غير الهجوم صراحة. لاعب بشكل عام يعتبر لاعب جدا ممتاز، ولو انتقل لبرشلونة اكيد راح يكون اضافة جدا جدا ضخمة، لكن بنفس الوقت سعره كتير غالي وصعب انه نادي تشيلسي يتخلى عنه بسهولة. فهذا كان يعني بالنسبة لاخر خبر عنا اليوم. فيعني بالشباب هيك وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو عجبكم، بتمنى دعمك بزر لايك وتشترك بالقناة، اذا ما كنت مشترك وتفعل زر الجرس مشان يوصلك كل جديد بنزله بالقناة. وطبعا راح نزل ان شاء الله حلقة تانية اليوم، لكن بتمنى دعمكم يكون جدا ممتاز، نحاول نوصل فوق 3500 لايك او نكسر ال 4000 لايك، لانه بكتير حلقات صراحة صرنا عم نكسر ال 4000 لايك، فبتمنى هذا الشيء يتكرر منكم ونصير دائما نجيب عدد كبير من اللايكات، والنشر طبعا اهم شيء يا شباب مشان نوصل هذا الرقم، وان شاء الله عم نحاول نوصل 100000. راح يكون في هاشتاج تحت يعني بالدسكريبشن او عفوا بالتعليقات راح بتلاقيه حملة توصيل سوري جيمر 100000، بتمنى تنشروا هذا الهاشتاج بكل مكان، نحاول نوصل 100000 قبل ما يخلص هذا الشهر، بتمنى كل الناس تشارك بهذا الشيء. والصراحة لو وصلت 100000 قبل ما اخلص هذا الشهر راح يكون صراحة في شيء اغلاق جدا جدا ممتازة لكم، ولكن ما راح اقول عنه ان شاء الله الا لما اوصل 100000، فبتمنى كل واحد يطبق اللي قلت عنه. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، شكرا، خذ الفيديو الجاي، في امان الله.